عليكم، كيفكم دايرين؟ اليوم انا دايرين طريق تاع بوسي بلاج البحيره ولاد بن عياد. ما انا واحد من الناس من 10 طريق راني رايح لها ونوريكم ثاني في الطريق معايا. توجو دي مارينا من عند من بوسي من عند الستاسيون دي سونس تاع بوسي، وطلعنا هذيك الطلعه اللي نضالي نوريكم معايا لي فيديو تاعها. تما عند انترسيكسيون دوك نتبعو ونشوفو. انا فوتو على هذيك البلاصه اسمها سعفتنا خطيب اسمها الشاي براسو نزيدو. Dans 300 mètres, tournez légèrement à droite. Continuez tout droit, puis prendre à droite sur N7C. هذه ديجا فتنا هاد البلاصة، هذه فتنا نهار اللي رحنا لبيدر، هذه فتنا بيدر نروحو منا على لاغوش. حنا نكملو منا نيجي بيدر طلعنا منا، حنا نهودو منا مجيت غازاو طريق غازاو عندنا الدب. عاوتاني كالي لي زيدونس منا لوكاسيون هاكا كاين. منا نخرجو من شاي براسو لي صيفطناها، دخلنا للفيلاج الجديد هذا مانيش عارف يسموه. الطريق خرجنا فيه مسير دا لما نشغل لا توجور نكملو نتبعو طريق غزاوات. هاي غزاوات قبل عسل منا نكملو ما هنا كاين لوكاسيون مثلا وين ما تروح الجهة وين ما تروح كاين السكنية كاين وين ما تروح وين ما تروح. نبدلو شوية نخرجو هاكا شبالك هادو واش غير في بورسيل الصباح نبحرو في المستردة واش نبدلو خاطر هاديك بيضة خاطر بحيرة وخضرة وين
سموها سرارام هذه ملا موشي براسو كاين سرارم. وهنا دخلنا للعنابرة تما كاين شي براسو سرارم وراه كاين العنابرة هذا فيلاج تاع العنابرة. العنابرة فيلاج صغير غير دخلة وخارجة زعما ماشي حاجة كبيرة. تما تاني كاين نحفر ونطلعوا نطلعوا نخرجوا شي براسو صرار مع عنابرة دوك انا رايح مش عارف راني نتعلم تاني لا فين فوني فهمتي هذا الطريق وليات يعني كي ما يعرفها شنو تاني كي حفظها. دخلنا فيلا سموه سبابنا هذا فيلا سبابنا غزاوات باقي لها 40 كيلومتر منه من هذا سبابنا والعنابرة باقي 40 كيلومتر حاجة مليحة طريق شابة فيها طريق واسعة مشروحة وخاوية تاع بروبليم هذه في اللي كتولي معاه ما كاش الضو هذا راني نشوف هاكا هنايا في اللي كتولي معاه ما كاش غير الضو في الفيراج ما كاش. هنا دخلنا واحد الفيلاج سموه اربوز مور سبابنا اربوز نورمالمون اربوز قالوا لي فيه شط شباب تاني شط شباب بزاف هنا اربوز ما ناش رايحين لهذا اربوز اليوم رايحين ل ولاد بن عيان البحيره Continuez sur W108, c'est pendant 9 km. انا رايحين نشوفو هنا دخلنا في هذا الفيلاج راني نتبع في البلايك وهذا الفيلاج نورمالمون سموها دار جديدة دار جديدة ها ولا فيلاج صغار هادو فيه يا ربي فيه 50 ساكن ولا 60 ساكن هذا دي بلاج بلاكا واد المالح بير المالح وبير المالح لا ولا ما قلناش بزاف البحيرة هذا هو السكاني قاعد تشوفو هذه هي ولاد بن عايد هذا هو الفيلاج تاع ولاد بن عايد Continuez pendant 1 km. كاين بلاكة ما صورتها لكم جايين فيها شاطئ البحيرة ونيسو مات على الطريق هذي دوك نهودو له هاهم ولا هنا في سكان
هادو جينيرالمون كاع سكاني غير تاع الصيف. انا هاي لابلاج تاع انا الكريا 500 550 حاجه غاليه حتى 700 هنا. كاين افطر واحد خطره سقسيتها فريزيدون شاب قال لي 500 550. هذا هو الشط تاعي، هذا الشط كبير. فوالا ما هذيك البيضة من موراها كاين وحدة في البريك تما ليبون وحداها طلع البحر هاكا 550 1003 جديدة. لابلاج